الحمد وصلت على النبي حميد الله ينصر أهل المجد وينصر من تايب يا رجال الله شهر المولود بدتها في تلت جماعات نهيتها والكلام واقع نروي به يا رجال الله الحكاية موجودة في الكتاب في صور البروج يا الحباب بعد ما فسرتها بالحساب خذوا الكلام ومعانيه يا رجال الله نبدا نقول باسم الرحمن وصلت على النبي العدنان قصة الغلام والسلطان والسحاب ودكلت فيه يا رجال الله في واحد البلاد كان فرعون بما يقول أنا رب اللي يكون أنا إله من غير شكون والناس من الخوف تعبد فيه يا رجال الله قال فرعون سير القدار ونسير الليل مع النهار أنا يا اللي نقبض العمار واللي يعصيني نفنيه يا رجال الله فرعون عنده سحر كبير وعلى موته كان خبير قال له قبل ما تفنى وتسير روح سيبلي شاب وقريه يا رجال الله صابوا الغلام في سم الرجاد قالوا سلطان ديك البلاد اتعلم السحر ونفد ونفاد بالك ما تشفاشي عليه يا رجال الله يا المؤمنين كتروا بالحمد وصلت على النبي حمد الله ينصر أهل المجد وينصر من دايب عليه يا رجال قالوا سلطان والسحار عاد كل الليلة والنهار يتعلم السحر ومعانيه يا رجال الله داك الغلام رزين ومهر اذكى على وجهه ظاهر يحفظ في السحر وصهر فهم كل السحر ومعانيه يا رجال الله ما عجود داك الميدان ولا يقلب في الرحمن بعد على ذاك الشيطان انوى وعزم يخليه يا رجال الله ربي استجب لدعوته وعطاه على حسب نيته فقيه وعالم يحدثه على دين الله وما فيه يا رجال الله ولا يعطل كل ساعة يتعلم في الدين والطاعة ذاك اللي فقيه برق براعة الإيمان بالله أقوى فيه يا رجال الله قالوا يا الغلام نوصيك بلك فرعون يفيق بيك لو يعرف عصيته يفنيك وهذا الدين لازم تحضيه يا رجال الله قالوا ما تخاف يا أبي ياك الخوف إلى من ربي بعد الدين قوى حبي وفرعون يلزم نحارب به يا رجال الله الغلام قوى حبه في الدين
امن بالله المرسلين راح بشيت بدل جهلين واللي كفر بالله ينهي رجال الله يا المؤمنين كتروا بالحمد وصلت على النبي حمد الله ينصر اهل المجد وينصر من دايب اللي يا رجال الله بلد الشاع قدروا عند فرعون ارتفاع قعدة الناس دهشة فيه يا رجال الله الجميع من مرض دواه بقدرته ورضاية الله ويقول ما كاين حتى حد سواه ديروا تكلكم عليه يا رجال الله السيح ما نداوش بيه عمري انا ما امنت بيه حكم الاله راه قاوي عليه واللي يمن بالله نشفيه يا رجال الله الوزير تنعم من العينين وطلب الغلام يجي في الحين قال له انت يا سحار الرزين بصري يلزمك الداويه يا رجال الله الغلام قال له استغفر مولاي سبحان الجليل هو النشاك يا الوزير توب ليها بركاك ما تشرك ما تكفر به يا رجال الله اعزم شاهد بالغالي لا له شريك لا له تاني باش يحسن لي انا عوني والسحر ما نداويش به يا رجال الله قالوا وفرعون واش يكون راه يقول انا رب الكون ونقتل اللي يعصي فرعون رانا الكل نعبدو فيه يا رجال الله انتقل الغلام وقالوا ربي حاسب فعالو فرعون حجره مديالو هو عبد وتعبدو فيه يا رجال الله الوزير طلب الغفران الحين برع من العيان الشكر وحمد الرحمن وارجع لله يعبد فيه يا رجال الله فرعون سمع بداك الخبر اطلب الوزير يا حضر راك اعصتني اشهد الامر ربطه في السجن وغلق عليه يا رجال الله راحوا جابوا داك الشاب قالوا إن قريت هاد الحساب يلزم تقولي عليها بصواب ربطوا الضحايا عذب فيه يا رجال الله قالوا خد جسدي وقتلني يا فرعون ما تنجم تكفرني ربي منك ينجيني وجميع من تايب إليه يا رجال الله نعايم الجنة والقصور فيها الربح وفيها السرور كان بغيت تكون مبشور يا فرعون خد هدت النبي يا رجال الله ربي واحد لا له شريك توب للمولى ينجيك لا تباع بليس يغويك يلزمك تلعنه وتخزيه يا رجال الله الغلام صباح في المحان لما ذكر له رب الكوان ما شقق عليه ذاك السلطان ولا كل يوم يعذب فيه يا رجال الله يا المؤمنين كتروا بالحمد وصلت على النبي حمد الله ينصر اهل المجد وينصر من نتايب اللي يا رجال الله
الزمان لما تكر لور بالكوان مش فق عليه دك السلطان ولا كل يوم يعذب فيه الفقيه هذا الخبر جل عند السلطان وقار قال له أنا سبب الأمر أترك الغلام وخليه أحكم الفقيه والوزير أربطهم في واحد الباب كبير حبي كفرهم بالقدير ما بغاوش يكفروا بي الفكه قال ربي واحد من تبعودي ما يسعد أنا ما نعبد الحي هنا يا والهيه الوزير قال دا وعياني حد ما ندير غيره تاني لو ألف مرة اعتقتني أنا ما نشاهد إلى بيه الوزير والفقيه في العصار يعذب فيهم الليل والنهار فرعون راح جاب المنشار كل واحد قطع له يديه ما بغاو بالله يكفروا جاب السكين وحمروا كل واحد اعملوا بصروا والغلام دمع الغزور عليه ما تبكيش رانا على حق وطلب من الله الخالق ان يمنعنا من نار تحرق ويمنع المؤمنين لهيه قطع ريسانهم بالغضب ورماهم قدام الشاب قالوا نحاسب بهاد العقاب لو ما كفرت باللي تبغي الغلام قال السلطان انت من اهل الشيطان من سلك جهنم والنيران وترافع لك اشكاي فيه فرعون تهول على الشاب ضربوا بالقضيب وعذب وعذاب ويكوي فيه ونهار الهاب عادي فكر وين يرمي قالوا نرميك من داك الجبل عمر عصاك رب العطل دوه من الربوط بالسناسل لحقوه للجبل ودوروا بيه الغلام قال يا مولايا نطلبك كون معايا عليك تكلي ونجايا في الحين ربي ستاجب لي بغاو يرموه قوم الكفار ربي منعو يا حذار اقضى عليه قدر اضحوه ما مرميين فيه ارجع الغلام للسلطان ادشكي شافوا في امان عسكروا حد فيهم ما بان قالوا الكل فنا ونهيه قالوا سلطان ما تسلك بسبينا رايح نبعدك مرميك للحوت وياكلك عمري يلزم لينو فيه امر عصاك ويدوه لحقوا للوصل بحر فدوه لداك الحوت بغاو يرموه زاد طلب الله ينجنيه ربي استجب لدعوته باقي ديما على نيته في البحر عزموا على قتلته ربي اللي كل كبهم فيه من داك الحوت انجى الشاب واحمد الملك الرقاب راح نقر للسلطان في الباب لما شافوا اخلع فيه قالوا ما تدهش يا البخيل انا بربي ديما وكيل دعوتي لهدي مقبيل من نتاب الله نجيب جميع من طلب الله ما يخيب
على عبدو عمرو ما يغيب من كفر بيه بنيان وتريب بالخير عمرو ما يجازي بغيت موتي يا مول الفساد قم دير معايا ميعاد حطني في وسط هذا البلاد وحضر لي الناس مني كل جيه باش تقضي عليا بتمام قول بسم الله رب هذا الغلام وضربني ضربة بداك السهام في الحين تقضيش اللي تبغيه لكن شرط اعمل حضرة لم الناس مني كل دشرة واربطني في ديك السجرة يشوف الغلام أجي يصير بيه يا المؤمنين كتروا بالحمد وصلاة على النبي حمد الله ينصر أهل المجد وينصر من تايب ليلي سكر بالطبول من كل جيه ضايرين بالخيوط السجرة من بالمحرمة غطى وعينيه يا رجال الله ناد السلطان يا أهل الإسلام ويخسر الشاب بتبسام قال بسم الله رب هذا الغلام نضربه بسهام وقتلوا به يا رجال الله الغلام ضحى بشبابه للغافلين باش يتوبوا ربي في الحساب ما يعاقبوه 50,000 عام سهل عليه يا رجال الله مات الغلام قدام الحضرين ولوا على فرعون عصين ضحوا بي رب الغلام ممنين الكل تابوا وشهدوا به يا رجال الله داك السلطان زاد الطغى كي شاف المؤمنين راكعة لي رب الغلام طيعة بجهر تشهد وتعبد فيه فرعون زاد له تهوال لما تابوا للمتعال عمر جيشو إلى القتال من تبل الله وأمن النبي فرعون دخل باب القصر صاب المشنيطة الذكر تعبت في الله المقدر متشوقها ومتولعة بيه شافها فرعون نادلها كي لحقت ليها ضربها ما ظهرش الخوف في بالها ما تغيرت من تعبد فيه شحال ضربها وعذبها من جنب الله كفرها قال روحوا جيبوا لي ولادها نحرقهم اذا ما كفرتيه ليش يا طاغي حرام عليك ما تسلك لهنا ولا لهيك نطلب خلقي ان يهديك انا والله من كفر بيه قال فلو بالله كن فطان تب ليه وخزي شيطان خلي لي ولادي سبيان قالها خدي هذا التنبيه حد فيهم ما يسلك لو ما كفرتي بإلهك نحرقهم وتبقاي وحدك جرحك ما كان يبريه ربطها قدام سبيانها باش تراهم حق بعيانها أعزم ليهم سلطانها وتطلب في الله أن يهديه يا المؤمنين كتروا باللحم وصلاة على النبي حمد الله ينصر أهل المجد وينصر من تايبين على النبي حمد الله ينصر أهل المجد
وينسى من تايب إليه.